بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخيرات، حياك الله الشيخ عبد الرحمن، شرفتنا جزاك الله خير. أنت كل يوم وراي تقول لي شرفتنا. الشيخ استنى يقول متى أنا عد الأيام، متى يجي يوم 20؟ والله جزاه الله خير، مو عشان أنفك منكم، لا والله أنتم حبايبي يعني والله، لكني أبا أنفك من المهمة اللي عندي كذا، أحس إن نفسي حر. عدني إياها مرة واحدة يا سلام. أنا بروح سلام. يعطيكم العافية، لكني مبسوط والله معكم. بارك الله، الله بارك الله. ما أدري قبل لا نبدأ يا شيخ، نحن أمس كنا أكدنا على جزئية يوسف عليه السلام لما كان تارة يرغب وتارة يهدد، وانت ضربت مثال العصا والجزرة، بس تذكرونا عشان ندخل في الموضوع، أين الجزر؟ الجزرة جزرتين وعصا. طيب أعطينا الجزر الآن. هذا يحفظ بس جزرتين، مش ما ندري. تفضل تفضل. هو ابتدأ بالجزرة، ألا ترون أني المايك حقك ننتقل فاصل. طيب. اني اوفي لكم. طيب هيا الو الو. ايوه كويس. خلاص خلاص تفضل خلاص. وقال ائتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي الكيل. هذا اول جزر. اي وانا خير المنزلين، فان لم تاتوني به. هذه جزرتين الان؟ لا جزر واحده. وانا خير المنزلين. جبتها جزاك الله خير. طيب نبى العصا. العصا من عصا خلاص اخذنا من عندكم، ناخذ هنا الشيخ ماجد. فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. عصتين كذا. طيب تمام خلاص تمام. طيب نستمع يا جماعه للايات حقت اليوم. ما شاء الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. المقطع هذا يا شيخ أنا ما أدري كده أشوف إنه في ارتباط بالله عز وجل كده، يعني التوكل، يقول
كلام كثير يعني كله عن التعلق بالله والتوكل على الله عز وجل. يعني هنا يقول إلا أن تأتوني موثقا من الله، وبعدين قال قال الله على ما نقول وكيل، وبعدين قال إلا أن يحاط بكم استثناء، يعني إذا حصل شيء يمنع هذا الموضوع. بعدين في الأخير قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. كذا تشعر إنه يعني ما أدري إيش أقول، لكن الارتباط بالله عز وجل والتعلق وتفويض الأمر لله عز وجل، بالرغم إنه هنا يعني المصيبة كان يعني قوية بالنسبة للأب إنه قد يفقد ابنه. ويمكن فيه خلاف المشهد الأول مع يوسف عليه السلام لما قال إني أخاف أن يأكله الذئب. تفضل يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الفتوحات ما شاء الله، بارك الله فيكم أجمعين. قبل أن نخوض فيما ذكره وأشار له الأستاذ محمد، أحب بس أذكر بأن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى أبيهم من يعني عجلتهم واندفاعهم لتحقيق الرغبة، ما هي؟ أخذ أخوه، أخذ أخيهم من أبيهم. لماذا؟ حتى يحصلوا المادة. ها؟ شوف كيف الإنسان يجري وراء الدنيا. من سرعتهم ذهبوا إليه وما فتحوا المتاع، يعني ما حطوا رحلهم. يعني المفروض أول شيء يحطوا المتاع ويروحوا لأبيهم يقولوا حصلنا كذا، جبنا وصلنا كذا. قبل ما يفتحوا المتاع ذهبوا إلى من؟ إلى أبيهم، من عجلتهم لتحقيق أمر الدنيا والمادة. كما نفعل نحن في الصلاة أحيانا، واحد عاجل في الصلاة أو نقول للإمام لا تطول، أو نقول لماذا؟ لتحصل مادة من الدنيا أو شيئا يفوت. هذا هذا شيء. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ردت إليهم هذه البضاعة، لأنه قلنا أن سيدنا يوسف عليه السلام احتال حيلة، فماذا أمر فتيانه أو فتيته أن ماذا يفعلوا؟ بضاعتهم في الحال ما يدسوها أو يقفوها. طيب وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، يعني معهم كيل ومعهم بضاعة. هذه جزرة ولا ما هي جزرة؟ هذه جزرة، قلنا ستاتي وهي الآن جزرة مهمة. يعني هذه الثالثة. هذه الجزرة المهمة هناك وضعها، لكن هنا أعطاهم كيل. أيوة أعطاهم الكيل طبعا. كامل ولا أعطاهم؟ أعطاهم كامل. لا لا أعطاهم كامل. لما يقول لهم ألا ترون أني أوفي الكيل، فكيف يعطيهم كيل الناقص؟ ماشي. وليس هذا من أخلاق الأنبياء عليه السلام. وأيضا عليه الصلاة والسلام أعطاهم الكيل وأعطاهم المبلغ، هذا يجعلهم ماذا يفعلون؟ يستحون، يعجلون في الرجوع. فعلا عجلوا إلى أبيهم قبله وهم قالوا سنراود عن أباه. طيب ردت. طيب شيخ معلش، بس هم قالوا يا أبانا منع منا الكيل أمس، ما قلنا إنه ما قالوا صدقا، ما قالوا صدقا، كذب يعني ما فيها كلام. طب الآن بعض العلماء يقول إنه ناقص، لكن الحقيقة إنه مش كذب. وبعدين لا أحد يقول والله هذول ما يكذبوا، من أول السورة هم يكذبوا، وسيأتي إنه يكذبوا بعد قليل إن شاء الله في الحلقة القادمة. واضح يا جماعة؟ طيب هنا قالوا يا أبانا، اسمعوا لما راحوا لأبيهم بعد مو راحوا للمرة الأولى، بعدين فتحوا المتاع، بعدين رجعوا له مرة ثانية يعني ما اكتفوا بالأولى. هذا كله أسلوب إيش؟ ضغط. طيب بدأوا بالأدب كعادتهم، يا أبانا، أيضا للضغط عليه، صحيح ولا لا؟ يا أبانا، يا حبيبا، يا أبانا، ما نبغي. قولوا ما نبغي، هذا أيضا من الاحتيال والضغط على بيب. ما لا لا ما أحتاج. فيقوم هذا يقول لا والله أبدا، أنا أقوم أخدمك. فهمتم يا جماعة؟ واضح؟ أيوه. ما نبغي، فأنت تقول لا أبدا، كيف؟ هم يقولون هنا ما نبغي، قولهم على الحقيقة؟ لا، ها؟ أبدا ليس على الحقيقة، ما نبغي. وهذا كل واحد منا يعرف كيف يستخدم هذا الأسلوب.
ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا. من هنا تعرف إنهم يريدون المادة، ونمير أهلنا، الميرة هي الطعام، يعني نريد المادة، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، يعني كأنهم خلاص قد سمح به. هو كلامه الأول يدل، انتهينا إليه أمس، إنه كأنه لا يريد أن يعطيهم، متحفظ، صح ولا لا؟ لن أرسله معكم حتى كذا، قال هل آمنكم عليه، صح ولا لا؟ كما أنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو رحم رحيم. تفهم منه أنه متحفظ. هنا يقولون ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، هم يعرفوا أنه هذا الموضوع يأثر عليه. الميرة اثنين، حفظ الأخ، ونزداد كيل بعير. لما يأتي معنا هو راح نأتي بإيش؟ بقيمة زيادة أو مكان زيادة، وقد يعني وعدنا بهذا، ذلك كيل يسير. هذا كله ضغط على الأب. ماذا كان من الأب عليه الصلاة والسلام؟ قال لن أرسله معكم. قال لن أرسله معكم. طيب لما تسمع أول حروف لن أرسله معكم، لا كملوا، تعرف أنه هذا الأب بدأ يلين، استجيب، استجيب خلاص. لن أولها لن، لكن جاءت بعدها حتى، فأنا أنهتها لن أرسله معكم حتى تؤتوني معكم. وقيل لهذا احلف، قال إيه؟ جاك فرج، جاك الفرج، صح ولا لا؟ طيب هنا إيش قال؟ لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. طيب الله يقول بعد ما قال حتى تؤتوني موثقا من الله، الموثق هو العقد والعهد الأكيد، واضح؟ طيب لا تأتونني به. واسمع إلى الأب المرن كيف المرونة، يا رب ارزقنا أباء وأمهات مرنين ومرنات، يرزقنا رؤساء وزعماء مرنين. فين المرونة؟ الله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم. ما قال لهم تجيبوه إن شاء الله لو يصل لكم ما يصل لكم، إلا أن يحاط بكم. هذا هذا من توقع الله والإيمان بقدر الله. إيش يعني يحاط بكم؟ يعني منعكم مانع أنكم تجيبوه. حبسني حابس، ها؟ هذا هو حبسني حابس. يحاط بكم لماذا؟ لأنه مغادرة البلد، مكان بعيد، سفر. أيوة. فلما ألاحظ القرآن يقول فلما آتوه، يعني ما صدقوا بالفاء، بالفاء مو ثم فكروا، ثاني يوم مباشرة إيش أعطوه؟ إيش العهد. فلما آتوه موثقهم مباشرة قال الله على ما نقول وكيل. ويستحب عند كتابة العقود أو العهود أو شفوية تكون، أن الإنسان يقول في نهايتها الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول شهيد، يشهد الله، يوكل الله. لماذا يوكل الله؟ لأن الذي أمامه قد يخدعه، واضح يا جماعة؟ هذا ما يتوقع الله. تذكر لما تكلمنا أمس أن بعض الأحباء قد يضحك علينا أو يغشنا، أنت تقول لا خلابة، الله على ما نقول وكيل، يعني وكلت الله عليك، تمام كذا؟ طيب من هنا وما مضى يأدي الكلام الذي ذكره الأستاذ محمد في التوقع على الله سبحانه وتعالى، لأنه ما زال الكلام لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام كلاما طويلا. وقال يا بني، أول مرة يأتي معنا هذا النداء، واضح؟ يقول لهم يا بني، يخاطب كم هم الآن؟ 11. الآن يخاطب معهم أخاهم 11. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وهذا من الأخذ بالأسباب، وهو بالتوكل على الله. لماذا لا تدخل من باب واحد؟ ما قال لهم في المرة الماضية لما جاءوا رايحين لمصر، قال لهم، ما قال لهم هذا الكلام، صح ولا لا؟ ماشي، لا تدخلوا من باب واحد، هذا من باب الأخذ بالأسباب، خشية العين والحسد. قال بعض المفسرين يفهم من هذا أن
أن المصريين فيهم من في وقت ذلك الوقت من يصيب بالعين، والعين حق، والعين حق باقية في الأمم. فأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم وزوجنا ذرارينا والجميع. لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. سبحان الله، ما يشوفون في العدد، ها؟ واضح يا جماعة؟ وهذا من الأسباب. إذا كنت تعرف أنه مثلا في العمارة اللي أنت فيها ناس ينظروا فيما تطلعوا معك أو تدخلوا أو تجيبوا، أو عندك سيارتين أو عندك شيء جديد، إيش تسوي؟ فرق، لا تطلع البضاعة مرة واحدة. واضح يا جماعة؟ لا توقف السيارتين كلها قدامه. واضح؟ أذكار ولا يعني هل الصح كذا إنه أحاول أخفي النعمة على الناس اللي ما يذكر الله، ولا لا أتوكل على الله لأني قاعد أذكر أذكر الصباح؟ هذا ما توكل على الله، هذا ما توكل على الله، ما توكل على الله، إنك أول شيء تتوكل بقلبك ثم تتوكل بأخذ الأسباب. لأنك تعرف إنه إنسان إذا نظر من النافذة ولا شافك ولا سمع على طول أرسل لك سهما من السهام. ما يصير ما توصل لحد الوسوسة، في بعض الناس يصير معقد. هذا 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 تنبيه مهم جدا. اذا كان هو عنده وسوسه، هذا مو بذل الاسباب، هذا ايش؟ وسوسه. هذا وسوسه باب اخر، لكن احنا نتكلم على ردة الفعل الطبيعيه. يعني خصوصا انه يعرفون انه هذا الانسان او هؤلاء الاشخاص ما يذكر الله، ما يقولوا ما شاء الله لا قوه الا بالله ونحو ذلك. طيب، وما اغني عنكم من الله من شيء. هذا توكل على الله. يعني الإنسان لما يبذل السبب لا يعتمد عليه. ومن أفضل التعريفات التي وقفت عليها على ضعف علمي وقلة حيلتي في تعريف التوكل، من قال هو قطع النظر عن الأسباب بعد اتخاذها عملها الأخذ بها، ماشي؟ قطع النظر عن الأسباب بعد بذلها. إيش يعني قطع النظر عن الأسباب بعد بذلها؟ هذا توكل على الله، يعني تبذل الأسباب وإيش بعدين تتوكل وتقطع نظرك عن الأسباب. هذا هو التوكل على الله. سيدنا يوسف يعقوب عليه السلام هنا فعل هذا، بذل السبب ولا ما بذل؟ لا تدخل وادخلوا من أبواب متفرقة، صح؟ طيب، هذا سبب. اسمع إلى قطع النظر، اقرأوا ما بعدها. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قطع النظر ولا ما قطع؟ بعض الناس يتعلق بالأسباب ويقول لك هي من القدر ولا بد نأخذها وهي من توكل على الله. نقول له صحيح، لكن انتبه، تبذلها وإيش وتقطع نظرك عنها لما تتعلق بها، ليس هذا التوكل الحقيقي على الله. نمثل ولا واضحة؟ واضحة. ها؟ مثل يا شيخ، مثل. طيب، خلينا نتكلم بالواقع. الآن واحد يبغى مننا يتعين في وظيفة، وظيفة صعبة، تمام؟ استخار الله وقدم، وقالوا لك أن جارك ما شاء الله هو المدير العام اللي في الوظيفة، أخوه ولا ابن عمه، فتبذل السبب. السبب ما هو؟ تقديم الأوراق، إنك تخليه يشفع لك، يتوسط لك. طيب، هذا سبب، صح؟ وقدمت الأوراق. طيب، ماذا بعد هذا؟ هنا ينبغي أنك تقطع النظر عن هذه الأسباب، بذلتها بذل حقيقي، خلاص تنسى موضوع الجار مو كل شيء يقول يا ربي إيش سوى الجار، لا، تعلق بالله. وما أغني عنكم من الله من شيء، هذا المدير لن يغني عنك، جارك هذا ممكن يتذكر بعد أمه، ممكن ينسى أو ما يستطيع، لكن الله تتعلق بالله. واضح يا جماعة؟ هذا مثال حقيقي في حياتنا. طيب، عليه توكلت. الله، مع أن كل الكلام الماضي توكل على الله، لكن هنا ينص على التوكل، يلقنهم ويقول لهم بطريقة أخرى غير مباشرة، وعليه فليتوكل المتوكلون. من هو يقصد؟ يقصد مين؟
يقصد مين؟ العشر. يقصد ال11 ها؟ ما يقول وعليه فتوكلوا. شوفوا يا جماعة أسلوب غير مباشر من الآباء. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أنتم وإيش؟ وغيركم. لكن ما يخاطبهم مباشرة. يعني هذا ممكن نسميه تلقين التوكل على الله بطريق غير إيش؟ مباشر. مباشر. واضح؟ ولا ما اتضح؟ الماجد ما شبك. طيب. ولما دخلوا على الآن وصلوا إلى مصر. الحقيقة القصة تختصر اختصارا. أتخيلوا لو أن الله تعالى كتب قصة يوسف عليه السلام أو حال الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقعت، كم يبغى لها؟ مصحف كامل. مرة مبالغ أنت يعني شوية. جزء كامل. ها؟ جزء كامل أو أكثر. صحيح ولا لا؟ نعم. لأن تفصيلات تجد في هذه من فروقات القصص القرآني عن قصص البشر. كيف؟ من الفروقات تجد إنه يقول لك القصص البشري كذا، يقول لك ثم مشى ومشى ثم مشى وذهب. واضح؟ لأنه يملأ الخبر والرواية، قلما يختصر في مثل هذا، ولذلك تطول القصة. وإلا هي الحقيقة ما لا لازم منه. يعني إيش يهمنا إنه مشوا في الطريق كم يوم وصار لهم أحداث؟ كل هذا مختصر. كم مختصر مجيئهم وذهابهم؟ هذا الذهاب الثاني، دخلوا مصر. هذا الشيخ أيضا يمكن في قصة موسى عليه السلام في القرآن، يعني تارة تأتي مختصرة وتارة متوسطة وتارة إطالة. السلام. تعرف بعض القصص. هذا هذا هذه من ميزة عرض القرآن للقصص. يعني سيدنا موسى عليه السلام أكثر شخصية ذكرت في القرآن، صح؟ 72 مرة. 74. أربعة. ماشي. من هو ثاني شخصية في القرآن ذكرا؟ إبراهيم عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام ذكر، أنت الصادق، فرعون 74. سيدنا موسى عليه السلام ذكر 134 مرة. باسمه 134 مرة سيدنا موسى عليه السلام. هو لقني غلط فأنا شبكت مع الغلط بغلط ثاني، أعطيتكم الشخصية الثانية فرعون. ذكر قريبا من نصف أو يزيد سيدنا موسى عليه السلام. واضح يا جماعة؟ طيب صحيح. نرجع لما كنا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم استجابوا هنا. طيب. ما كان يغني عنهم من الله. شوف التأكيد القرآني إلى أن بذل الأسباب يقطع عنها إيش النظر. من شيء، وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وأصبح هذا مثل، إذا الإنسان أراد شيئا يقول حاجة في نفس يعقوب قضاها. ربما بعض الأبناء أدركوا الحكمة وقتها، وربما بعضهم ما أدركها. وهنا فائدة الائتمار بكلام الوالدين أو كلام إيش؟ كبير. الكبير أو إيش؟ أو الخبير. واضح؟ بعض ما نستوعبه لكن راح تشوف أثره إن شاء الله. خليها حاجة في نفس يعقوب قضاء. قال الله تعالى وإنه لذو علم لما علمنا. قال بعض السلف هي على أصلها هنا، إنه لذو علم لما علمناه. قال بعضهم معناها وإنه لذو عمل لما علمناه. فكان عليه الصلاة والسلام صاحب علم وصاحب عمل. ما يلقنه الله له من علم فهو إيش يعمل به. فهذا ثناء عليه عليه الصلاة والسلام، وثناء أيضا على اتخاذ الأسباب، وأنه من التوكل على الله، وأيضا على الاهتمام بالتوكل على الله فيما ذكره. يعني أنه فاهم هو القضية وعالم بقضية الحسنة وعامل بها، بل وداعي إليها، وداعي إليها بطريق إيش؟ غير مباشر. وعليه في التوكل المتوكل، محبب للنفوس، صح؟ طيب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما مر بنا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالله المستعان. ثم
نختم بالآية الأخيرة. ولما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الموقف أوى إليه أخاه. طبعا ظاهر الآية أنه أمامهم أواه، لكن الحقيقة ليس هذا، هذا من أسلوب القرآن. مقصود دخلوا على يوسف عليه السلام القصر أو الديوان أو الخزانة، لكن سيدنا يوسف عليه السلام كانوا في مكان آخر. فقال لهم مثلا، قال لهم أدخلوا فلان، هل يرسل الحراس أو الموظفين، هل أتيتم بأخيكم؟ نعم، خليه يدخل عليه قبلهم، لأنه حصل حط هذا شرط، فإن لم تأتوني نعم يتأكد. فأكيد الإخوة ما عندهم حرج، هذا تفضل روح يا أخي، يبون الفكة روح أصلا للعزيز، ها يبون الفكة من أخوهم أصلا، هم يبغوا يقدموا الدليل إنهم جابوه. لا بالعكس، لا لا بالعكس، هم متمسكين بأخوهم المرة هذه ولا لا؟ هو يقول يبغوا الفكة من أخوهم، إيه لأنه هو طلب منهم أخوه، فقالوا خلاص نجيبهم ما همنا يعني، خذوا بس عطنا المال. لا لا هو ما يبغاه، هو يبغى يشوفه بس، هو قال يعني هاتوه. لا يقصد عليه شيخ انه هل هم متمسكين فيه نرجع معهم ولا زي يوسف ما همهم؟ لا لا متمسكين، سياتي في القصه ان شاء الله، لا تستعجل. الموثق راح تشوفوا الحين كيف انهم يعني صار بين اول مره يصير بينهم خلاف، اول مره يصير بينهم خلاف ان شاء الله لما ناخذ في المقطع الجاي. كان عند اخينا سؤال، سؤالين شيخنا، سؤالين كان واحد صار اثنين. طيب ايش رايك نسمع السؤالين اجل منك ماذا بسؤالين؟ انا كان واحد معليش امشي لك اخذه بعد ما اكمل. ايش قال عليه الصلاه والسلام لاخي؟ تمام، اذا اوى اليه، اوى اليه اخاه وحده ولا مع امام الناس؟ وحده. طيب واحد يقول من وين جبت هذا الكلام؟ نقول نفس الكلام لما جبناك، انه لما سال عن اخيه في شيء في القران محذوف من القصه من ما هو معلوم بالعقل، صحيح ولا لا؟ تمام، ما يقول والله أمامهم ضموا ها وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان يعمل، أنا ما يستطيع يقول، لأنه قدامه. الكلام اللي قدام يشككهم، صح ولا لا؟ إني أنا أخوك، وهذه تهيئة لسيدنا، تهيئة من سيدنا يوسف عليه السلام لأخيه. لماذا؟ لأنه ما سيأتي بعدها من حيلة كبيرة مثل الحيلة الأولى، لا أشد حيلة، صحيح ولا لا؟ وفيها اتهام، ويتوقع سيدنا يوسف عليه السلام أن لها آثار وانفعالات من إخوته، لأنه يعرف أنفسهم. ولذلك شوفوا، تذكر في أول قصة قلنا إن صاحب البيت أدرى بما فيه، إن سيدنا يعقوب عليه السلام كان يعرف نفسيات أبنائه، فقال لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ماذا قال سيدنا يوسف عليه السلام؟ مدرسة استفاد، فقال لمن؟ لأخي، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون في الحقيقة وبما سيعملون. تبتئس إيش يعني تبتئس؟ تحزن. ما هو البؤس؟ أشد الحزن. قيل هو أشد الحزن، وقيل هو يأس مع حزن، ها؟ وقيل البأس اللي هو شدة، من شدة اللي هو يسموه في عالمنا اليوم اكتئاب. هذه مرحلة من مراحله، تمام كذا يا جماعة؟ نعم. اكتئاب يعني لا تكتئب بما كانوا يعملون. طيب في سؤال بس يا شيخ، نأخذ السؤال ولا نأخذ سؤالك؟ لا خلاص تفضل. نعم. شيخنا السؤال الأول والله صار ثلاثة بس خلاص. هذا يشبع بالزيد، هذا أنت تخصصك محاسبة ولا إيش؟ لا لا. طيب السؤال الأول، اللهم صل على محمد، لماذا قالوا ذلك كيل يسير؟ ها؟ لماذا قالوا له لأبيهم ذلك كيل يسير؟ يعني كأنه زي اللي يعني قليل، أي حاجة سهلة يعني أو بسيطة وما تسوى وكذا. هذا للتحريض، للتحريض على، مع أنه في الحقيقة هو ما هو كيل يسير، أعطاهم كيلا كاملا، لكن هو حتى زي ما قالوا منع من الكيل قبلها بقليل، وأيضا أحد وأعطاهم المال يعني يقدروا يشترون مكان ثاني، لكن مع هذا كله الطمع، خلينا نقول هذا الطمع اللي قال عنه الأستاذ محمد بالأمس لما كنا نتشاور، قال هذا الطمع، تذكر؟ هذا الطمع، هذا منه. بعدين في تناقض يا شيخ،
هم في البداية قالوا منع منا الكيل، وهنا قالوا للأب ذلك كيل يسير. الله لا يورطه، زي ما يعني كان موقف سيدنا يعقوب عليه السلام مع ابنائه، لما تعرفهم متناقضين قدامك وأمامك وتأخذهم باللي، ولهذا أدلة التناقض كبيرة. طيب السؤال الثاني شيخنا، يعني ما أدري استنتاج لعلكم تصيبون شيخنا كان خطأ، يعني هو أنه ما كان يوسف عليه السلام ليدخل الحزن على قلب أبيه بأخذه لأخيه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا سيأتي غدا يا شيخ، ماشي؟ لأنه أنت تسأل هذا السؤال، يرحمك الله، تسأل هذا السؤال أنه كيف سيدنا يوسف عليه السلام يفعل شيئا يحزن أباه، صح؟ ماشي؟ ممكن نجاوب عنه غدا، لأنه أخاف أحرق لكم ال. لا أحرق، خلي بكرة يا شيخ. هنا المدير، أنا طالع في المدير. هل مقصود بأخ يوسف اللي دخل عليه وآوى إليه أخاه، هل هو المقصود اللي ذكر في الآية ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا؟ نعم، هو نفسه وليس بعده واحد. هم الأسرة كلها كم؟ يلا نعم. من يعرف كم عدد الأسرة؟ 14. كل الأسرة، كل الأسرة 12 قبل مغادرة سيدنا يوسف. 14. طيب تعالوا نعد 15. 10 أشقاء، يوسف واثنان شقيقان وزوجين، والأم والأبو، هذول كم؟ 12 14. طيب مو عشان كذا أقول لكم تعدوا. طيب وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وزوجته 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب فهم كلهم صاروا 13 وزوجتان أو زوجة ماتت 15 والزوجة الثانية الله أعلم. تمام، هذه الأسرة كاملة. ليش ما قلت شيخ بنيامين؟ ليس أخوه بنيامين ولا في خلاف في الاسم؟ ما جاء في القرآن تثبيته، فأنا أتحرج إني أسميه. وأم سيدنا يا عبد، لأن الله ذكره مرارا فلم يسميه. وأم خلاف على طريقة القرآن. وأم سيدنا يوسف عليه السلام. وأم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. طب معدنا؟ إيه بس ما ذكر اسمها؟ ما ذكر اسمها. سيأتي ذكرها في آخر القصة أيضا. إنها باقي حية، لأن على خلاف من يقول لا ماتت. أتوقع يا شيخ إنه فيما نعرف إنه قلب الأم يتفطر أكثر من قلب الأب، فمفقودة في القصة. ما ذكر خبرها يعني. هذا السؤال جاءني مرارا، جاءك تخليه لآخر القصة لما نجي الشمس والقمر ورفع أبويه على آخر القصة. ها، ورفع أبويه على العرش. شوف، هي ذكرت في أول القصة في الشمس والقمر، وذكرت في آخرها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأبويه ليست إلا أمه. طيب ماشي؟ جميل. بس لماذا خليها في آخر القصة؟ أذكر لكم فيها كلام لطيف إن شاء الله. أنا ما بحرق لكم القصة، نعرف أنكم متشوقين، لكن نحن نمشي بتسلسل القرآن فيها. حلقة طيب الأخيرة جميل. حلوة. ها؟ الحلقة الأخيرة بتكون حلوة. جميل. إذن يا شيخ يعني بكرة نشوف الحيلة التي اتخذها شو اسمه يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام. لإبقاء أخيه معه، وموعدنا معكم إن شاء الله غدا. جزاك الله خير يا شيخ على حضورك، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني في ناس بنعاقبهم بيتلفوا اشياء، شكله المسودع لان يوم ضايع المفتاح. لان يوم امس مريت على بقاله فقلت له ابغى كذا، قال لي والله المفتاح المسودع في رمضان ضاع.